هلت لنا الافراح خلي التعب ينزاح مبروك بالفرحة يوم التخرج لا مشوار دام سنين نجني ثمار الحين والله تخرجنا بين النجاح يزين انتو للابتدائية الرابعة عشر فخر وسادس ابتدائي اليوم فرحتنا تزين هزها الى هنا وتنتهي ايام ما ننساها ايام فينا غالية وسط الحشا ذكراها بصحاب قو دربنا والصحبة يا محلاها صرنا بهم درب النجاح واحلامنا للنا تمشي بين القدام عام ورا عوام واليوم صار ختام مرت بين الايام تمشي بين القدام عام ورا عوام واليوم صار ختام سنين عشناها بالقلب ذكراها حكاية الأيام فينا كتبناها إلى هنا وتنتهي رحلة تعبنا الحلوة منها التخرج ابتدي بحلى هتاف وغنوة لا راح ما حلمك تمل كان التخرج لها فخر رينا محمد ابدعك وطموحها مزدان شاد عبد العزيز والنور منه يظهر زينب محمد جهدها نتبه فيه ونفخر هذه جمانة بنت فلاح متفوقه النوها لمار سلطان ثبرت وتألقت حيوها جوري محمد عزمها علي بجهد وصرار ميران خالد لجلها ننثر ورود وزهار شموخ ابراهيم حققت طموحها بهمتها اسيل سعد تفوقت وحققت فرحتها مبروك يا فاطمة وحيد نلت الامان بعزمك مبروك يا غلا علي اليوم تحقق حلمك فاطمة عبد الله سمت وراسها في العالي لمياء مغرم بالتعب صارت الى الامالي يا فجر محمد افرحي اليوم لك باركنا الوسميه مساعد نقول لجلك زهت وفرحتنا هيا يوسف مبدعه مثابرا هنيها واليوم بيلسان عائض نوقف لها نحييها ريتال سامح تفتخر والكل يفخر فيها مرت بين الايام تمشي بين القدام عام وراها عوام واليوم صار ختام على هواجس الشعب على هواجس الشعب لتنفيذ الشيلات والزفات يرجى التواصل على جوال 055 744 6